محمد، محمد، ليش ما قلت لي عم تشغل نار؟ كنت مفكرك نايم والله. كنت نايم بس شميت ريحة النار. لإمتى رح نتحمل هالوضع هاد؟ اوعك تقول لي إنه عم تفكر ترجع. شو منقدر نعمل غير إنه نرجع؟ ما تنسى إنه عنا بيت. بس أنا ما بدي أرجع. تفضل. أستاذ، الأولاد اللي لقيناهم ما لهم سوار ولا محمد. وين بيكونوا راحوا هالأولاد؟ شو بيكونوا عم يعملوا بهالبرد؟ شو عم ياكلوا؟ شو عم يشربوا؟ ليش لسا حاطط إيدك؟ مو شايف إنه النار انطفت؟ إن شاء الله ما تشتي اليوم كمان. لازم نلاقي مكان نقعد فيه إذا شتت الدنيا. ما رح نلاقي. بعرف مالك موافق بس ما في حل. لازم نرجع عالدار، ما عنا مكان غيره. لا مستحيل، ما بدي أرجع. إذا بدك فيك ترجع أنت. من كل عقلك اتركك؟ إذا بدك تروح بنروح سوا، وإذا بدك تبقى بنبقى سوا. أنا بس خايف نموت من الجوع ونموت من البرد. مو شايف حالتنا؟ من بكرة منبلش شغل سوار، وإذا لقينا مكان ننام فيه ما عاد نحتاج لشي، ومع الوقت منكون تعلمنا ومنحسن شغلنا ومنكبره. بنفتح فرن خبز مثلاً. بالأول خلينا نتعلم نبيع كعك وبعدين بنحكي. ما بظنه صعب بيع الكعك. يلا قوم ندور عشان نحرقه. إن شاء الله نبيع كل الكعك. إن شاء الله. أنت روح من هون وأنا بروح من هون. ليش بدنا ننفصل؟ إيه أكيد، لأنه إذا رحنا سوا بيجينا نفس الزباين. معك حق. نلتقي المساء قدام فرن الكعك. ماشي. الله يرزقك. هيك بيقولوا للصيادين. بتصير أحسن منهم. انتبه ما يسرق المصاري منك. ما تاكل هم. يلا قربوا، عندي كعك تازة. كعك، كعك تازة. أربعوا الكعك التازة. كعك تازة. فيني اشتري كعكة ماما؟ أكيد بنتي. كعك التازة. يا ابني تفضلي خالة. ممكن تعطينا كعكة لو سمحت؟ أو عطينا تنتين تازة مو هيك؟ كلها تازة. تمام، لكن عطينا هاي الأولى. امسكي ماما. وهي الثانية. قدي حقهم؟ كل وحدة بليرة. يعطيك العافية. شكرا. كعك تازة. يلا اربع الكعك
كعك التازة، كعك. كله رح يكون منيح، وبوقت قصير منجمع كتير مصاري، وبيصير عنا بيت، منجيب سيارة، ومنصير نجيب اللي بدنا اياه وما بنحتاج لشي. أهلا وسهلا يا بيك. بتمنى تكون جايب لي أخبار حلوة. ما في شيء مؤكد لسه. ما قدرنا نلاقيه الياس بيك؟ حاسس إنه رح نلاقيه. أوقات أنا هيك بحس كمان، بس كمان أوقات بحس إنه فقدت الأمل على الآخر. ما في أصعب من إنك تلاقي إبرة بكومة قش، وبشوف إنه هالمهمة صعبة كتير وشبه مستحيلة كمان. أنا ما بشوف مثلك. هلأ نحن عم نسأل عنه بدور الأيتام بكل البلد، قريباً رح نشوف نتائج منيحة إن شاء الله. بس ما تنسى شغلة، في كتير ولاد اسمهم محمد بهي الدور. تفضل اقعد. معك حق، بس عم ندور باسم محمد سويدان أو محمد بندقجي. بهالطريقة فينا نلاقيه أسرع، وكمان في عنا اسم الأب والأم. طيب قلتك الولد عنده هوية؟ لما فات محمد على الدار كان عمره 3 سنين، بظن وقت استلموا هويته. وهي قدرت بيعهم كلهم، الحمد لله. بعرف إني رح صير كتير غني بشي يوم. محمد أكيد رح يصير من الأغنياء بشي يوم. المشكلة إنه ما منعرف إذا في بين أختي وهالرجال عقد زواج، لأنه بعد ما هربت ما عاد اتصلت فينا، وما عاد عرفنا شو صار معه. كل شي منعرفه إنه هالرجال دمر لحياتها لأختي. أكيد كمان أختي في حق عليها، بس ما عاد اتصلت وما شرحت لنا شو وضعه. يمكن اعتبرتها مسألة كرامة. كرامة. أصلاً نحن ما وصلنا لهالأيام غير كرامتنا. هي ضحت بحياتها مشان هالغلطة، وهلأ منبين مكان وجود ابنها كمان. بيكون عايش؟ ما في أي حدا بيعرف. قلبي عم يقلي إنه الصبي لساته عايش، وحاسس رح نلاقيه عن قريب. إن شاء الله. يا ريت لو لاقي، ما ضل إلي حدا بالعيلة غيره. هو ابن أختي، ابن أختي من لحمي ودمي. شو حلو هالبيت، معقول يصير إلنا؟ عليه قفل، معناها هالبيت لحدا. القفل مفتوح، فتح بسرعة معي.
بياخد العقل؟ بجنن هالبيت. بس يشوفه سوار رح يحبه كتير. اوف، شو بيكون صار معه؟ يا ترى قدر يبيع كل الكعك؟ يا ترى محمد باع الكعك؟ والله لو ما اشتريت هالمرة كتير كعك ما كنت بعتهم. الحمد لله. لك سوار، برافو عليك، قدرت تبيعهم؟ كله مشي تمام؟ ايه، وامورك منيحة كمان. بعتهم كلهم بساعة واحدة، بعدين كان عندي شغلة وخلصتها. شغلة شو؟ من اليوم ورايح ما عاد ننام بالشارع. ما فهمت شو قصدك؟ تعرف شو يعني هالحكي؟ يعني رح يصير عنا بيت ننام فيه. من وين البيت؟ كيف صار هيك؟ فاجأتك ما هيك؟ مو أنا قلت لك من قبل، قلت لك إنه بيوم من الأيام رح يصير عنا بيت ومصاري. ايه قلت لي، بس انا ما صدقت ولسه لهلا مو مصدق. خلينا ندفع حق الكعك وبعدين باخذك بفرجيك بيتنا. يعني من اليوم ما رح نبقى بالشارع مو هيك؟ ما رح نبقى، وكمان ما عاد نخاف اذا نزل مطر، وما عاد نحس بالبرد. لسه كتير بعيد؟ شو تعبت؟ لا ما تعبت، بس صار عندي فضول شوفه. هاد هو البيت. هون رح ننام؟ لكان عجبك صح؟ حلو ما هيك؟ هالبيت ما بيفرق شي عن الشارع. ليش عم تقول هيك؟ فوت شوفه من جوا أول. يلا تعال. فوت خلصني. شو رأيك؟ حلو ما هيك؟ نحن فينا ندبر حالنا هالفترة وننام على تخت من كرتون لبين ما نقدر نشتري تخت. في حمام بالبيت. في مي كمان؟ من وين بدها تجي المي؟ منجيب سطل كبير منقدر نعبيه من شي مكان. خلينا نروح نجيب كرتون ومنشتري أكل كمان. يلا تعال. شبعت الحمد لله. وانا شبعت. بتعرفي منيح ضل زيتون لنتعشى بكره، اذا ضلينا هيك منوفر مصاري. كيف بدنا نوفر محمد اذا ما ضل معنا غير 5 ليرات؟ تخيل كل يوم نوفر 5 ليرات. قديه منجمع بالشهر؟ 50 كل 10 ايام. لك بالشهر سوار؟ اليوم عبينا بسطه كعك مره واحده بس. ما سمعت شو قالوا بالمحل؟ سمعت، في عالم بيعبوا 3 مرات باليوم. طيب ليش نحن ما بنعمل هيك مثلهم؟ هيك بنقدر نربح شي 500 ليرة بالشهر. خلينا نصرف بالشهر 100، على هالحالة بنكسب بالسنة شي 5000 ليرة. فينا نجمع كل هاد؟ ايه أكيد بنقدر. كيف فينا نقدر نجمع هالمبلغ بدار الأيتام؟ هلأ خلينا ننام، لأن لازم نفيق بكير ونروح نجيب كعك. تمام. تصبح على خير. وانت بخير. فكر بشي منيح. ايه هو هيك رح اعمل.
بس نبيع الكعكات بنرجع بناخد غيرهم. ماشي؟ ماشي. قلت لك مبارح موافق، كم مرة بتعيد نفس الحكي؟ ايش بيصير؟ خليني اعيده. لا عادي ما بيصير شي، بس عم قلك انه خلص فهمت. طيب ماشي، انا رح روح من هون. وانا رح روح من هون. يلا الله يوفقك. وانت كمان. تفضل الياس بيك. سيد رخانو. الياس بيك، طمني، في شي جديد؟ ايه في. شو لقيته؟ لقيناه بس بنفس الوقت ما لقيناه. ما فهمت كيف؟ صاير عليه شي قصدك؟ ايه. يعني قصدك يعني يعني ميت؟ لا اهدي، مانو ميت. روقي ليصير لك شي. اهدي لو سمحتي. تفضل معي نقعد بالصالون. تفضل. تفضل، عم اسمعك الياس بيك. لقينا ولد اسمه محمد بندقجي. هذا الولد لقيناه بدار الأيتام بكوجو كالي. وقديش عمره؟ 10. محمد بندقجي وعمره 10 سنين. هذا هو الولد الياس بيك؟ هو ابن أختي. وأنا هيك بظن. شو عم نستنى؟ خلينا نروح لهونيك. عادي شوي. أوعك تقلي شي مو منيح الياس بيك. اليوم الصبح رحت عالدار، التقيت شخصياً بالمدير، قال لي إنه محمد هرب من الدار من فترة قصيرة. هرب لحاله؟ لوين؟ ما بعرف سيد رخانو، وهن لو بيعرفوا كانوا رجعوه عالدار. طيب شو بدنا نعمل هلأ؟ هن بلغوا الشرطة بالوضع، قال المدير أكيد رح يلاقوهن عن قريب. ليش هو معه حدا تاني؟ هن ولدين، هرب مع رفيقه من الدار واسمه سوار، قال لي إنهن كتير قراب من بعض. محمد، محمد. أهلين سوار، أنت أسرع مني. وأنت برافو عليك، نفقت. عم نشتغل منيح سوار. محمد، نقدر نصرف اللي طالعنا هون على حالنا؟ شو بدنا نجيب؟ لازم نشتري شي نتغطى فيه، كتير بردت مبارح بالليل. ايه نشتري تكرم. رح فوت أخذ كعك. تمام. كعك تازة، أربو عندي كعك تازة. شو حلو هالصوت، مثل صوت المطربين. كعك تازة. يا خانم ما تاكليهم، ما تنسي ما كنا منعرف عنه شي، اليوم صرنا منعرف إنه هو عايش. وإذا ما كان هو، يمكن يكون شي ولد تاني وعنده نفس الاسم. أكيد هالاحتمال موجود، بس بيضل احتمال صغير، شبه مستحيل يتطابق نفس الاسم والعمر سوا إلا إذا بفيلم هندي. بس لو عنا صورة لإله. إيه بس أنتي ما بتعرفي. مزبوط، بس بما أنه ابن أختي إلا ما يكون في ملامحه شبه من العيلة. معقول يكون عندهم صورة لإله؟ ما سألتهم. خلينا نروح على دار الأيتام. شو بدنا نعمل؟ منجيب معلومات عنه أكتر، ومنسألهم إذا عندهم شي صورة لإله. إيه؟ اليوم تأخر الوقت، خلينا نأجلها لبكرة. ماشي، بس خلينا نبكر بالروحة بكرة. قديش شكلها بشهي هالكعكة؟ يا ترى فيني آكل وحدة منهم؟
يا ريت لو ما كانت مشقوقة. على الأساس البيت اللي قاعدين فيه بجنن ومو ناقصة شي لحتى عم دقعها هي. وإذا كانت مشقوقة شو يعني؟ هلا صار فيني اكل وحده منهم. بما انه ما رح اصرف مصاري على الغطاء ما بصير شيء اذا اكلت. كتير منيح لقيت هالغطا، وفرت علينا مصاري سوار. بعد ما لقيته اكلت كعكه صحه وهنا. رح ناكل هدول كمان، وفي عنا زيتون. بعرف، شايف كيف حالتنا عم تتحسن كمان؟ 20، 21، 22، 23 ليرة، يا عين. طيب وين بدنا نخبي هدول المصاري؟ بجيوبنا. رح يجي يوم ما عاد توسع جيوبنا. منيح فهمت إنه رح يصير معنا كتير مصاري. هلا إلي وين بدنا نخبيهم؟ منلاقي لهم مكان. منحفر حفرة ومنخبيهم فيها. إيه بصير. شو رأيك ننام؟ ايه والله لازم. ما في احلى من الدفا. مثل الصوبيا. يلا تصبح على خير اخي. وانت بخير. محمد ولد مختلف، وشو ما قلنا له ما بيعمل غير اللي براسه. وأمه كمان، قصدي أختي كمان كانت هيك. عم تحكي وكأنك واثقة. إيه متأكدة، ويمكن لأني متأملة يكون ابن أختي. حط حالك محلي حضرة المدير، أنا بعرف إنه عندي ابن أخت، والأهم إنه أخته. يعني أمه لمحمد ماتت وهي زعلانة من العيلة. أمي وأبي كتير كانوا متضايقين من زواجها لأختي، وما قدروا يتحملوا خبر وفاتها. خسرت أبي وأمي من سنتين بس، وما عاد باقي لي حدا. ما بقي لي غير محمد. ما بتصدق قديش متأملة ومتشوقة لشوفه حضرة المدير. سمعت شو كان عم يقول الولد بالفرن مو؟ ايه سمعته، قال عم يبيعه 5 مرات باليوم. طيب عرفت كيف هيك عم يعملوا؟ لا ما عرفت. لأنن عم يروحوا على الشوارع العامة، أما نحن عم نتفتل بالحارات بس. اليوم رح روح على الشوارع المعجوقة. وأنا كمان لازم روح؟ أكيد لازم تروح، تخيل عم نبيع 10 مرات باليوم، بنزنقل لفترة قصيرة. يلا نبلش لكان، أنا متفائل كتير. اتكل على الله. للأسف كل ولد موجود بهالدار عنده قصة مأساوية بتشبه هالقصة. بفهم هالشي. طيب حضرة المدير، على علمك قديش صار له هربان؟ يعني صار له 2 شهر تقريبا. بس مو غريب إنه صار لهم 2 شهر ولهلأ ما قدرتوا تلاقوا الطفلين؟ أحيانا تاخد القصة وقت أطول، بس المهم إنه بالأخير منلاقيهم. أكيد إذا ما صار لهم شي لوقتها. بالعادة إذا صار لهم شي فوراً توصلنا الأخبار. صح حضرة المدير، لو في شي كنا عرفنا. محمد ولد ذكي وما بيستسلم أبداً. أما لو كان سوار لحاله أنا متأكد إنه كان رجع فوراً. لولا محمد ما كان رح يتحمل. هن ما بيشبهوا بعض أبداً. محمد دايماً بيحلم يصير غني، وأنا بظن إنه هرب لحقق حلمه. عندكم صورة لإله؟ إيه أكيد. وكمان إذا ماني غلطان في إله رسالة بظن. رسالة شو؟
هاي رسالة متروكة معه من لما التقى قدام مركز الأمن. بظن إنه اللي كاتب الرسالة أبوه. طيب هالرسالة لسه موجودة؟ نحن منحتفظ بهيك شغلات مهمة يا خانو. رح ندور عليها. سيد صالح تعال عندي لو سمحت. شكرا عمي، من الصبح صرت بايع مرتين لهلا، فكرت اقدر بيع 5 مرات اقل شيء اليوم. الكعك تازة؟ تازة اخي. اعطيني واحدة لك. شكرا عينك. تفضل اخي. كعك قربوا عندي، كعك تازة، يلا قربوا لعندي، كعك طيب وتازة، كعك كعك. تفضل أخي تفضل كعك. كعك تازة كعك، تفضل اشتروا كعك طيب وتازة، كعك تازة. شو كان اسم أختك يا خانم؟ سميرة. مكتوب هون بعد ما خسرت حبيبتي سميرة كنت وحيد وحسيت حالي خسرت كل شيء. انتو عندكم شركة شيء؟ ايه منسوجات نعمان. ما قدرت أقدم لمرتي الحياة اللي بتستاهلها. مرتي كانت شريكة وإلى حصة بشركة العائلة، بس تركت كل شيء وراها كرمالي. أنا صرت متأكدة هلأ محمد هو ابن أختي، بس هلأ ما حدا بيعرف وينه. شلون بدنا نلاقي حضرة المدير؟ أنا متأكد إنه الشرطة رح تلاقي. إن شاء الله يا الياسبيك. بتحبي نمشي يا خانو؟ شكراً كثير حضرة المدير. هذا واجبي. إذا صار شيء جديد نحن فوراً رح نخبركم. نهارك سعيد. شكراً، يعطيك العافية. تفضل. خلصت الصينية الثانية، نروح جيب الثالثة. تفضل أخي. شكراً، يعطيك العافية. شكراً. كعك تازة، قربوا عندي كعك تازة، كعك. رح أبي لثالث مرة بس خلص هالدول إن شاء الله. شو بيكون صار مع محمد؟ كعك، قربوا عندي كعك تازة، يلا عالكعك، كعك كعك تازة، كعك. وانت كمان بتبيع كعك؟ ايه وانا كمان، بس اليوم مو منيح الشغل. يلا معلش، انا منيح واحسن من امبارح بكتير كمان. اكيد بده يكون منيح لانك اجيت تبيع كعك بمنطقتي. ما فهمت عليك. ما تتغابى علي هلا، انت فهمان كتير منيح شو عم احكي. ابدا ما فهمت. لكن اسمع منيح، ممنوع حدا يبيع غيري بهالمنطقه، ما عاد بدي اشوفك هون بنوب. شو ما في غيرك بيع كعك يعني؟ يعني انت مستأجر هاي المنطقة؟ بلا تفاهة ولا ممنوع تبيع بهاي المنطقة ولا تناقشني، روح من هون وخلصني.
لا، ما اللي بتحرك من هون؟ هيك بدك لكان؟ هيك بدي ونص. لكن أنا بفرجيك. قربوا عندي كعك تازة، كعك، كعك تازة. يا خانو، وصلك على البيت؟ يا خانو؟ ايه، قلي الياسمين. شو، وصلك على البيت؟ ايه. طيب شو رأيك تروحي على الشركة؟ ما فيني روح الياسمين، ماني حاسة حالي منيحة. شو فايدة روحتي وأنا بهالحالة؟ وقف يا ولد. تفضل يا أخي. خير؟ شوفي، يلا رح قلك روق. وين ممكن تكون يا محمد؟ شو بيصير هلأ إذا بتجي لعندي وبتقلي حبيبتي يا خالتي؟ أخي قلي شو بدك، عندي شغل مستعجل. قلت لي مستعجل؟ هات المصاري ولا؟ أي مصاري؟ مصاري اللي بجيبتك. اسمع، أنا فيني أخذهم لحالي، بس ما بدي وجعك، عم تفهم ولا؟ هدول مصاري إلي، تركني أعمل لك، هدول مصاري إلي. سكوت. أعطيني مصاريي، بعد عني. لك خلاص خلاص. رجعني مصاريي. وقف، لوين رايح؟ تركني روح. سمعني صوتك هلأ لشوف. تركني، ما دخلك فيني، شو عملت؟ إيه لسه ما عملنا لك شي، هلأ بلشنا اللعبة يا مظلوم. قلت لك ممنوع تبيع كعك بمنطقتي. طيب خلص ما رح بيع. ليش ما قلت هيك من الأول لكان؟ مشان تعرف كيف تتحداني وما تفكر تعيدها بحياتك. بكفي، ابقى استرجي، فرجيني حالك مرة تانية. يلا نمشي. رجعلي مصاريي، رجعلي ياهون. رح رجعون، بدك ياهون؟ اخدون. الو. نعم. ايه عم اسمعك. تمام سيادة المفوض، تمام. شو عم تقول سيادتك؟ فهمت عليك، تمام، رح اجي لعندك. ألو. ألو، مرحبا الياس بيك. أهلين، معك أمين مدير الدار. حاكوني مركز الأمن من شوي. في أخبار منيحة؟
للأسف الأخبار مو منيحة بالمرة. شو القصة شغلت بالي؟ بصراحة لقوا جثة ولد عمره 10 سنين بالشارع. لا تقلي الولد هو محمد. لسه ما بنعرف، بس على حسب أقوال الشرطة احتمال كبير يكون محمد. أنا هلأ رح روح على المشفى، إذا بتحب فيك تروح معي. إيه أكيد. لوين رايح؟ شو اسم المشفى؟ مشفى بعنديك. تمام، رح روح لهنيك فورا. كيف بدي خبر سيد رخانهم هيك خبر هلأ؟ ممكن إنها تنهار؟ يلا يا سوار رجع. سوار، شو صاير معك؟ شو صاير معك يا سوار؟ عم حاكيك ردي علي. أخي سوار شو صار لك؟ سوار ردي علي. مين عمل فيك هيك؟ قال لي هي منطقتي. مين قال لك؟ ولد كان عم يبيع كعك. لكن كنت عم تبيع كعك بمنطقة غيرنا. اليوم كان بشي علي وعليك. شو صاير معك كمان؟ احكي لي شو صاير معك؟ ما قدرت بيع كعك اليوم، بس صاحب الفرن ما قال هيك، قال انك اخذت مرتين. ايه مزبوط، بس صار معي حادث وراح الكعك. حادث شو؟ وقع الكعك مني. عطول بتوقع الاغراض. ايه مزبوط. بتمنى تكون صرت أحسن هلأ. والله كنت مو منيح أبداً. بحس كل الأولاد اللي هون أولادي، حتى لو عملوا شي غلط ضل بحس إنهم أولادي. طيب أنت متأكد إنه مانو محمد؟ وشو للولد متشوه بالكامل، لهيك صعب أتعرف عليه. بس بعرف أولادي منيح، هالولد لا محمد ولا سوار. بتمنى ما أكون غلطان. محمد. إيه سوار. تعال نرجع على الدار. ما بدي. إيه بس رح أمسح لك وشك.
سيدرا خانو. تفضل الياس بيك. كنت قاعدة عم استناك. مرقت على الشركة، كان عندي شوية شغل هنيك، بتمنى أنك تمرقي. بصراحة ما كتير بتهمني الشركة هلأ، بالنسبة إلي محمد أهم، وإذا في شي جديد قلي. ما في، بس رحت اليوم على الشرطة. ليش رحت على الشرطة اليوم خير؟ قابلت الضابط. إيه؟ محمد ورفيقه سوار، موجودة أسماءهم بقائمة المفقودين. بعرف، وما عنا شك بهذا الشي. أكيد ما عنا شك، حبيت أتأكد مو أكتر، لهيك رحت شفت بعيني. الشرطة عم تدور عليهم ليل ونهار بكل مكان، وإن شاء الله حيلاقوهم. شهرين، هي مدة طويلة يا الياس بيك، كل هالفترة الطويلة وما قدروا يلاقوهم. هالشي خلاني أفكر بشغلات سيئة. بعد الشي اللي صار اليوم أنا كمان خفت. عم تتوجع؟ ايه كتير. تحمل شوي، إذا نشف الدم ما عاد فينا نشيله. بردان شي؟ ايه كأنه الجو كتير بارد. محمد بيشبه حدا من العيلة؟ بيشبه بابا الله يرحمه. صدقني ما كنت بتمنى يصير يلي صار. حال قليلة كانوا بابا وماما شافوا أحفاده. تعرف لأنه نحن بنتين بس، بابا الله يرحمه كان يتمنى يكونوا أحفاده كلهم صبيان. بتذكر بابا كان يحب الأولاد كتير. بس بتعرف شو؟ حاسة إني ما رح ألتقي فيه أبدا. انتقم منك يا واطي. محمد، محمد شو بدك؟ ليش ما عم تنام؟ اف، لاني مو نعسان. سوار شبك؟ ليش عم ترجف؟ لانه كتير بردان. يا ريت لو عنا شي نشغل فيه نار. كتير بردان، بردان، بدي اتدفى.
اسمع مني محمد، خلينا نرجع. يلا هلا بتدفى. شو عم يصير؟ شو كان بالبغاز يعني؟ لا كان بقلبه زيت، ما بعرف انه الزيت بيشعل. كأنه بيشعل. يا ربي شو نعمل؟ محمد رح يحترق البيت، ساوي شيء. الحمد لله. من شوي كنت عم تقول انك بردان كتير، شايفك عرقان هلا. عرق شو هاد؟ من الخوف عرقت. المهم اني خليتك تدفى بالاخير، ان كان من الخوف او من النار، المهم تفيت. يلا ننام. ما فيني. ليش؟ لاني حرقت تختي مشان خليك تدفى. رح خليك تنام معي على تختي. منيح ما احترق. هلا برجع. رجعنا تأخرنا. سوار يلا قوم، تأخرنا على الشغل. سوار في مو وقت نومك هلا. وشي كتير ورمان؟ لا مو كتير، عادي. بتخيل كيف ممكن يكون وشي؟ لأنه كتير عم يوجعني. كتير وجعني اللي ضربني. واحد واطي. لا خليك. ليش؟ خلص ارتاح اليوم. سوار خليك متسطح. عادي ما روح الشغل؟ ما فيك تشتغل بهالحالة. اصلا ما عم اقدر اقوم. بركي اذا ارتحت اليوم بتكون ان شاء الله بكرة احسن. ولو ضل وشك ازرق المهم يروح الوجع. ليك في شوية كعك هون وفي مي، رح جيب شي معي لناكل المساء ان شاء الله ما بطول. محمد ايه اللي ما تروح الاماكن اللي فيها زحمة، يمكن يأذوك الك كمان. خسرت كل المصاري، فلست، وحالة سواري كتير سيئة. إن شاء الله أشتغل منيح اليوم. كعك تازة! عندي كعك تازة! يلا أربوا على الكعك التازة! كعك تازة! يا ريت في مراية لقدر شوف وشي.
يا رب ما تخليني ابرد يا رب. كتير رح ينبسط سوار بالجبنة لأنه كتير بحبها. يا ريت لو فينا نشرب شاي، كتير حلو بهالجو نشرب شي سخن. إلا ما نقدر شي مرة. سوار؟ سوار؟ شو ضليت نايم كل النهار؟ منيح عملت هيك. يلا قومي مشان ناكل. قوم شوف شو جبت لك. معقول هلا ما شبعت نوم؟ سوار؟ شبك سوار؟ ليش هيك سخنان كل هالقد؟ شو اجيت؟ لا لسه ما اجيت. بتعرف شو جبت لك معي؟ شو؟ جبنة وجبت لك خبز سخن كمان. يلا قومنا ناكل. تركني ما بدي اكل. كيف يعني ما بدك تاكل؟ دفعت حقه وجبته مشانك وعم تقلي ما بدك؟ بقت لك والله. يلا خلصني يلا. ليش هيك عم تطلع فيني؟ كيف عم تطلع فيك؟ ما بعرف، يعني كأنك رح تموت. لأني مرضان. لك وشك سخن كتير، معقول يكون معك حمى؟ وشك عم يحترق. تتذكرها للممرضة كيف كانت تهتم فيني بالدار؟ ما تفكر هلأ بالممرضة والدار، لازم تاكل. يمكن إذا أكلت بتتحسن شوي. ماني قدران آكل. أنت كتير مرضان يا سوار. رح روح أجيب لك دواء. هلا برجع ما بطول. شو بدي اعمل؟ يا الله ما لقيت الدواء. الدار ما عاد عندي حل غير انه نرجع على دار الايتام. اوف. سوار يلا سوار قوم، صار لازم نروح. قوم نروح. لوين؟ رح وصلك على الدار. يلا بسرعه. انت ما رح ترجع؟ لا ما رح ارجع، رح وصلك على باب الدار وبعدين رح روح. يلا قوم لا تضيع وقت. اذا ما بدك ترجع ما رح ارجع. بس انت كتير مرضان. او اذا حتى لو ميت ما رح ارجع، ما بتركك لحالك. حرارتك مرتفعة. لكن قوم نروح على المشفى، هاد احسن حل. ما تنسى ان في مشافي مجانية. يلا قوم نروح سوار. ما في داعي للمشفى، تعرف شو بيخليني صير منيح؟ شو هو؟ شوربة. إذا أكلت هلأ صحن شوربة بتحسن فوراً. مو صعب أجيب لك شوربة، بس الصعب إني أوصل لك إياها سخنة لهون. إذا شربتها أنا فوراً رح أتحسن. يعني هلأ بتتحسن بصحن الشوربة؟ رح أجيب لك، بس ما تنسى وعدتني تتحسن. إن شاء الله.
مرحبا، بدي شربة. عن جد؟ أنت بدك شربة؟ إيه أخي، لأنه رفيقي كتير مرضان، بدي أجيب له شربة ليتحسن. ممكن تعطيني شربة؟ روح من هون، أحسن ما أعصب عليك. بس أنا بدي شربة. قلت لك روح، شو ما سمعت؟ يلا. هدول ما بيفهموا بالحكي ابني. اسمع يا أزعار، انقلع من هون أحسن لك. يلا ماشي رح روح، بس أعطيني شربة. قلت لك اطلع من هون، انقلع. يلا بسرعة، ما ترجع لهون. شو عملت لكم؟ شيل ايدك ولا؟ ليش ما أعطيتني شربة؟ رفيقي شو مرضان، انت ما بتفهم؟ نقلع، روح أحسن ما أطلب لك الشرطة. هلأ اطلب الشرطة، حكوهم فورا. رح تكسر البلور يا غبي. واقف، بس قلت لك انه رح تكسر البلور، فيك تدفع لي حقه اذا كسرت لي اياه. كل العالم تقدر تشتري شاربة، ليش انا لا؟ الا شو الفرق بيني وبينك؟ لك خلاص، بعرف الاولاد يلي مثلك، بعرف ما معك مصاري. نلع، شو اللي عم بصير هون يا حضرة الشرطي؟ الله يوفقكم له وحل هالمشردين، ما عم نخلص من طلباتهم، يعني يا منرد عليه يا اما بيكسر لنا البلور. صار يرمي حجار كبار على البلور. كنت بدي اشتري شاربة واخذها لرفيقي المرضان. مزبوط الحكي اللي قاله الرجال؟ قال لي رميت حجر على البلور. ايه رميت، بس لاني عصبت كتير ما رضي يعطيني شوربة. قلت له بدفع حقه ومع هيك ما عطاني. انت ليش كل هالقد مصر؟ رفيقي مرضان مستنيني، لازم اخذ له صحن الشوربة، ما رضي يعطيني. اشتري لي انت، الله يوفقك. طيب ماشي، تعا معي. بدك تضل ساكت هيك يا محمد؟ اللي وينه سوار؟ ما رح جاوب لأنه بدي ارجع اهرب وروح لعنده. الو الياس بيك، صباح الخير. ايه هذا انا، عندي اخبار كتير حلوه الكن. الحمد لله لقيناه. ليكو عندي هلا واقف قدامي. اهلا وسهلا. أكيد صاير معه شي مو منيح، ما فيني ضل قاعد وما أعمل شي، لازم دور عليه. وين بدي دور؟ الفرن، إيه ممكن يكون راح الفرن. يا رب ساعدنا ووفقنا. عملت غلط كبير محمد، هذا الدار هو بيتكم ابني. لك في حدا بيفكر يهرب من بيته ويقعد بالشارع؟ ايه انا، ورح ارجع اهرب مرة تانية. تفضل. أهلين الياس. أهلين فيك. تفضلوا. مرحبا، أنا اسمي الياس. أنت شو اسمك؟
حتى لو ما جاوبت أنا بعرف إنه اسمك محمد. محمد ابني، هاي الخانم حابة تشوفك. ما بدي أحكي مع حدا، خلص اتركوني. بس نحن لازم نحكي يا محمد. مين هالمرة؟ رح تحكي معك وتعرفك عن حالها. رح أترككم لحالكم. مرحبا، أنا اسمي سيدرا. يا ترى بتعرف ليش أنا إجيت لهون؟ لا أنا ما بعرف، شو دخلني؟ وماني بحاجة لأعرف. رح أحكي معك بس بشرط ساعديني أهرب. لازم نروح لعند رفيقي سوار، هو مرضان هلا بيكون عم يستناني. ما اجى لهون. وينك يا محمد؟ شو فيني اعمل هلا؟ كيف بدي لاقي طيب؟ شو رح تساعديني؟ تقدري تطالعيني من هون؟ بترجاكي ساعديني. حتى طريقة حكيه مثل بابا. رح يصيروا يدققوا علي أكتر وما رح أقدر أهرب. أما إذا ساعدتيني أهرب بقدر أروح لعند سوار. الليلي فيك تساعديني؟ إيه فيني. عن جد عم تحكي؟ إيه أكيد محمد. بس أول شي في شغلات مهمة لازم قلك ياها. طيب قلي لي شو بدك مشان نروح. يلا عم اسمعك خالة. محمد تفضلي. انت عندك فكرة مين بكون؟ لا ما عندي فكرة هلأ، مو وقت نحكي بالألغاز، بدنا نروح. احكي يلا. انا بكون خالتك. طيب ماشي كتير منيح، يلا تعي نروح. محمد يعني أمك كانت أختي؟ تمام، بس شو يعني؟ مشان الله خلينا نروح بقى. عفواً، بس شو قلتي من شوي؟ أنا وأمك كنا أخوات. مزبوط عمو؟ مظبوط. لا ماني مصدقك. لو انت عن جد خالتي كنت اجيتي شفتيني من قبل. للأسف ما كنت بعرف بوجودك يا محمد. ما سمعت فيك غير من 3 شهور، ومن وقتها وأنا عم أسأل عنك ودور عليك. صدقني ابني، يا خانم روقي شوي. أنا ماني فهمان شي عليكي. بالأول قلتي إنك بتكوني خالتي وهلأ سمعاني فيك من 3 شهور. شو هالخالة هاي بالله؟ والله رح أحكي لك كل شي صار يا محمد. رح يموت سوار لبين ما تخلصي حكي. تعي نروح، خلينا نروح لعنده بالأول، بدنا ناخد له شوربة بسرعة. لو سمحتوا خلونا نروح بترجاكن. محمد معوحة، رح أحكي مع المدير. ايه كانت مرتفعة حرارته مبارح وكان بردان، قال لي جيب له شوربة بس ما قدرت تجيب، أصحاب المحل ما باعوني. وينو سوار هلأ؟ ببيتنا. عم نمشي صح؟ ايه ماشي صح.
بقول لك بس يكون لازم تغير الطريق، بعرفة لهي المنطقة كتير منيح. تفتلت هون كتير؟ ايه والله، أنا بياع كعك، بياع الكعك بيتفتل كتير. فوت بالدخلة الجاية على اليمين. سوار، سوار أنا أجيت. هذا مو بيت، هاي خرابة. وفوقها مكان مقطوع. يلا نفوت. كيف ممكن يعيش حدا هون؟ بيشبه كل شيء إلا البيت. ما في لا باب ولا شباك. هالمكان كتير بارد. مو حاطين صوبيا بهالبيت؟ صوبيا شو يا خانم؟ هالولاد دوبون عايشين رح يقدروا يشتروا صوبيا؟ محمد؟ ما لقيته لسوار. طيب خلينا نروح. مستحيل. مانك عم تسأل حالك شو بدي خبرك؟ لا، عم سأل حالي عن سوار وبس. ليك أنا حاسة فيك. خلص منرجع مرة تانية. لازم أقعد وأحكي معك يا محمد. لا ماني رايح. تمام، إذا بدك فينا نقعد ونحكي هون. بما أنه هيك بده محمد فمثل ما بده، احكوا هون. طيب اسمع منيح، ركز شو بدي اقول لك. ماشي محمد؟ ليك اول شي، امك يلي بتكون اختي سميرة حبت رجال يلي هو ابوك طبعا، بس ابي يعني جدك انت ما كان موافق انه امك وابوك يتزوجوا. طيب ليش؟ لأنه كل الناس حكوا على أبوك حكي سيء. مثل شو يعني؟ مثل شو بدي أقولك؟ يعني قالوا إنه ما في يتحمل مسؤولية بيت. تعرف شو يعني هالحكي؟ يعني ما بيهتم بعيلته وببيته وبولاده. هدول الناس اللي منقلهم ما بيتحملوا مسؤولية. لهذا السبب كان أبي مو موافق على زواج أمك وأبوك، يعني ما كان مطمن على بنته وخاف عليها ما تكون مبسوطة. بس أمك ما ردت على أبوها وهربت من البيت وتزوجت أبوك. مرت سنين كتيرة ما عرفنا عنهم شي، وحتى ما عرفنا لوين راحوا. سمعنا عنهم بعد وقت طويل، بس بوقتها كانت أمك ماتت. أمك ماتت بيوم ولادتك، بس نحنا ما كنا منعرف لأنه أبوك خباك عنا. وبعدها صار أبوك يعني يلي عمله أبوك. خلص روقي، خلينا نمشي محمد، حتى كاسة مي ما في. ما بدي روح، ليك هنيك في مي، بدي أقعد استنى سوار.
وين رحت يا رفيقي؟ يمكن رجع الفرن بعد ما أنا طلعت. من 3 شهور بس لحتى عرفت بوجودك يا محمد. بابا هو اللي قال لك؟ لا، يلي قال لي شخص بيعرف أبوك منيح. خبرني بعد وفاة أبوك بشوي. بابا كمان متوفي؟ يعني هلأ أنا ما إلي حدا؟ أنا موجودة يا محمد. أنا ما بدي إياكي. وليش؟ لأنه أنت ما كان بدك أمي، وأنا ما بدي حدا ما كان بده أمي وأبيك. تمام؟ اتصلت بأمك أكثر من مرة وهي كانت تتهرب منها. يمكن ما كان بدي أنا نشوف المشاكل يلي عم تمر فيها. مشاكل مثل شو؟ ليك، أمك عانت من كتير مشاكل، ضلت بالشارع وهي جوعانة وعطشانة، وأبوك كان يضربها. وأنت من وين بتعرفي هالحكي؟ رفيق أبوك يلي خبرني. مرينا بفترة صعبة يا محمد، بس الحمد لله لقيتك. إن شاء الله مننسى هالأيام الصعبة، رح نصير أنا وياك عيلة كتير حلوة. مانك حابب يكون عندك عيلة يا محمد؟ أنا عندي عيلة. مين؟ رفيقي سوار ورفقاتي اللي تعرفت عليهم بالدار. شفتي كيف عندي عيلة كتير كبيرة؟ وانت كمان روحي لعند عيلتك. ايه بس أنا ما عندي حدا. أنا محامي سيدرا خانم. بس انت عندك أب وأم، شو بدك أكتر من هيك؟ للأسف أمي وأبي ماتوا من سنتين. ماتوا اتنيناتهم؟ يعني معناها انت كمان مثلي ما عندك أب ولا أم، ما هيك؟ مزبوط، بس انت موجود، انت بتكفيني يا محمد. أنا رح روح. لوين؟ رايح دور على سوار. منروح مع بعض مثل ما بتعرف، أنت أمانة عنا. ماشي، اتفقنا، امشوا. ما إجا. معقول يكون راح البيت؟ كيف ما خطر لي قبل؟ شوي وبرجع. حاسسته ما رح يسامحني الياس بيك. أنا حاسس العكس. من شوي كان هون عم يسأل عني. يلا خلينا نلحقه. كمان ما إجا لهون. لك إجا وجاب لي الشاربة. لكان ليش راح؟ لسه في مكان تاني؟ ما في. ناخد محمد عالدار؟ نروح عبيتي؟ أنا خدني عبيتي، بدي نام هنيك.
بس لسه ما أخذنا موافقة المدير. إيه منتصل فيه؟ بدي روح عبيتي، خدني لهونيك. ما فيك تضل لحالك، الجو كتير بارد هونيك هلا. مع هيك بدي روح عبيتي هلا. في إلي محل نام فيه ببيتك؟ ليش بدك تضلي معي؟ ايه بدي، بدي ضل بأي مكان أنت موجود فيه. عن جد لهالدرجة بتحبيني؟ ايه كتير بحبك. لكن فيك تضلي. تمام، فيك توصلنا على بيت محمد؟ سيدرة خانم، عن جد عم تحكي؟ عن جد، ما عم امزح. سوار، وأخيرا لقينا سوار. يا سوار، حرارته مرتفعة. هالصبي عنده حمى. يا سوار، سوار قوم، أنا أجيت. محمد، انت وين كنت يا رفيقي؟ ما راح تصدق شو صار معي يا سوار. شكرا كتير على الشوربة، بس ما قدرت اشرب. هلأ بتكون الشوربة بردت، رح ناخدك ونروح ناكل شوربة سخنة، شو رأيك؟ مين هدول؟ ليش ما عم تريد؟ مين هدول؟ هاي بتكون خالتي، يعني أختها لأمي. عن جد خالتك؟ ما كنت بعرف عندك خالة. أنا اليوم الصبح لحتى عرفت. رح نرجع نفترق؟ بدك تروح معهم؟ لك شو نفترق؟ لوين بدي روح؟ فكرت بدك تروح مع خالتك. حرارته كتير مرتفعة، لازم ناخده على الدكتور فوراً. فوراً، يلا حبيبي. مبين عليك مرة منيحة. يلا. ليش لهلا ما فاق؟ عادي نام هيك من الدواء اللي اخده مبارح. في شي بدي اسالك عنه. تفضل اسالني. لنفترض انه انا وافقت عيش معك. شو مشان سوار؟ انا وياه وعدين بعض. بشو؟ وعدنا بعض انه ما نفترق لو شو ما صار. وأنا كمان ما بدي أكون تفترقوا. عن جد عم تحكي؟ أكيد ما بدي. أنا بدي أكون تبقوا مع بعض على طول، يعني هيك منكون عيلة أكبر، وهيك كمان بيكون أحسن بالنسبة هيك لي. هيك بدك؟ عن جد؟ وكمان أنا حكيت مع مدير الدار بخصوص هالموضوع. أي موضوع؟ قلت له أنه بدي أخذ سوار كمان يعيش معنا. إمتى حكيتي معه؟ المحامي حكى معه، وهلأ هو هونيك بدار الأيتام عم يعمل الإجراءات لحتى نصير العيلة الحاضنة لسوار. خالتي حبيبتي. يا حبيبي، يا ابني الغالي. شوفي سوار، اثنيناتنا رح نضل هون عايشين مع بعض ببيت خالتي. عن جد عم تحكي؟ لكن عم امزح معك. نحن وعدنا بعض إنه نضل سوا وما نفترق شو ما صار. لا تكون أنت مفكرني ما بوفي بوعدي. يخلي لي إياك يا أخي. يا
وأنا كمان بدي يكون معكم. تعال أشوف، وأنت تعال يا عيوني يا روحي أنت وياه. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.